ابني عنده 22 سنه ويعاني من حركات لا اراديه في جميع انحاء الجسم، وعرضته على اطباء كتير ولا يوجد استجابه، كل طبيب له تشخيص. الحركات الكتير في الجسم كله، يعني تلاقي كده عمال يتحرك كده، ده يا جماعه غالبا خلل في الجهاز العصبي الحركي. لو هو عنده من ساعه الولاده ممكن يكون حصل بسبب ارتفاع الصفره. ارتفاع نسبه الصفره يا جماعه ممكن بيترسب في مراكز الحركه في المخ ويؤدي الى حركات لا اراديه، تلاقي حركات، تلاقي طول الوقت عمال يعمل كده. او ان يكون مرض وراثي. احيانا بعض الامراض الوراثيه نتيجه خلل في الجهاز العصبي المركزي يؤدي الى الحركات اللا اراديه. حلولها كالاتي: اول حاجه بعض الادويه، بعض الادويه بتقلل الحركات اللا اراديه، علاجات دوائيه. الحل الثاني اللي ممكن نلجا ليه هو زرع بقى الجهاز اللي هو تنبيه المخ العميق، اللي هو الديب برين ستيميليشن، اللي هو اسلاك كده بتتزرع في المخ في مناطق معينه لتقليل الحركه دي. عيبه طبعا ان هو غالي شويه، غالي كتير يعني شويه، و يعني لسه في مصر هنا الحقيقه توفره على نطاق واسع لسه مش موجود، ولكن في جراحين شاطرين قوي بيعملوه. مشكلته الرئيسيه هتفضل في التكلفه.